السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. بين الحب والكراهية خيط من دخان قد ينقطع بنسمة هواء. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تتابعوا أفضل الأفلام الكورية والأسيوية على قناتنا الجديدة اتش دي فيلم بلس، هتلاقوا رابط القناة في الوصف أو على الشاشة. وبيبدأ فيلمنا النهاردة وهو الجزء الثاني من سلسلة أفلام A Christmas Prince مع أمبر، وهي بتكتب مقالة على صفحتها وبتحكي فيها قصتها مع الملك ريتشارد، حب حياتها بعد مرور سنة على موافقتها بالزواج من ريتشارد ملك ألدوفيا. وخلال السنة استقبلها شعب المملكة، وكانت بتنتقل بين نيويورك وألدوفيا طول الوقت، وسافرت مع الملك ريتشارد الأماكن كتير في العالم وقضت معاه أوقات جميلة، وبقت سوبر ستار على أغلفة المجلات، وحصلت على شهرة كبيرة في التلفزيون بأنها ملكة ألدوفيا المستقبلية، وكل الناس كانت عايزة تتصور معاها. لكن برغم كل المميزات اللي كانت حواليها إلا إنها فضلت على طبيعتها. وفي نهاية المقال بتقول كلمات لطيفة لمعجبينها، وبتقول لهم يتابعوا حفل زفافها يوم عيد الميلاد في ألدوفيا. وفي مطار ألدوفيا بتوصل أمبر من نيويورك، وبتكون متنكرة عشان محدش يتعرف عليها مع باباها رودي، وبيستقبلوها العربيات الملكية. لكن الصحفيين بيتعرفوا عليها لما بتشيل النظارة، وبيبدأوا يصوروها ويسألوها عن حفل الزفاف، وبترد عليهم أمبر بتواضع، وبيجي لها سائق القصر لويس عشان ياخدها. ولما بيوصلوا القصر بينبهر رودي بجماله، وبتدخل إيميلي تستقبل أمبر وهي سعيدة، وبتبتسم أمبر لما بتشوفها، وبتحكي لها إيميلي عن درجاتها العالية وعن مسرحية في المدرسة هتاخد دور مهم فيها. وبيسلم رودي على إيميلي وبتعجب بخفة دمه، وبتكون أفريل رسمية معاه، وبتختار الملكة باقة الزهور اللي هتكون مع أمبر، لكن مش بتعجبها. ولما بتدخل أمبر ليها بتقول لها على الزهور اللي بتحبها، فبتروح الملكة تحضنها وبترحب بيها. وبيدخل رودي يسلم على الملكة وبيكون متحمس جدا، فبتاخده أفريل لقطه، وبتأمر الملكة لويس ياخد أمبر لجناح العروسة اللي محضرة ليها. ولما بتشوفه أمبر بتحس بالسعادة لأنه أكبر وأجمل من توقعاتها، وبتلاقي رسالة من ريتشارد بيعبر لها عن حبه، فبتقراها وبيدخل ريتشارد عليها، فبتنبسط ويسلموا على بعض، وبتقوله إنها مبسوطة بكل التحضيرات وحاسة إنها عايشة في حلم، فبيقول لها إن هما هيفضلوا مع بعض ومش هيفترقوا أبداً. وبالليل في حفلة استقبال الملك والملكة المستقبلية بيدخل ريتشارد وأمبر بشكل جميل، وبينشغل ريتشارد مع الوزراء، وبتعرف الملكة أمبر على خدم القصر، وبتكون أمبر عايزة تروح لريتشارد، فبتمنعها الملكة وبتقول لهم إنهم عندهم وقت طويل يحضروا فيه للزفاف، وبتقول لها إنها عايزاها تكون ملكة مميزة، وكمان جابت أحسن منظم لحفلات الزفاف وهو سهيل اللي بيروح لهم وبيعجب بجمال أمبر، وبيوعدها ينفذ حفل مميز. فبتقترع عليه أمبر إن عندها بعض الأفكار، لكن سهيل بيتجاهلها وبيكون شخص مغرور. وبتتكلم إيميلي مع رودي عن الوجبات اللي في الحفلة، ولأنه طباخ بيقول لها إنه هيعمل لها وجبات هتعجبها. وبتقول الملكة الأمبر إن أفريل هتتكلم معاها في بعض الحاجات المهمة، وبتفهم أفريل أمبر إنها لازم تاخد بالها من تصرفاتها بخصوص شغلها والتصوير في كل مكان، وبتقول لها إنها هتكون مسؤولة عن كل حاجة تخصها علشان تظهر في أحسن صورة. فبتستغرب أمبر لكن مش بتتكلم، وبتشاور لريتشارد، وبيتقابلوا بره القصر، وبتحكي له عن صعوبة التحكمات في المملكة، فبيقول لها إنها هتتعود بعد فترة. وبيتكلموا عن شجرة الميلاد، وبتقوله إنها متعودة كل سنة تختارها مع باباها، وبيقرروا يختاروها مع بعض في أقرب وقت. وبيشرح لها عن وضع الدولة وإنهم بيخسروا فلوس كتير وهو مش عارف السبب، فهيكون عنده خطبة يتكلم فيها عن نظامه الجديد في التطوير في الدولة. وبتعرض أمبر عليه المساعدة، فبيقول لها إنها هتكون مشغولة في تحضيرات الزفاف. وتاني يوم الصبح بدري بيصحي سهيل أمبر عشان التحضيرات، وبيكلمها عن خططه في اختيار الموسيقى والأزهار وطريقة دخولهم للحفل وفستانها وكمان حذائها، وبيتكلم عن الأكل اللي هيكون موجود ونوع المشروب اللي هيتقدم، وبيفرجها على تصميم الفستان اللي هتلبسه وبيكون تصميم مبالغ فيه. فبتعترض أمبر وبتقول له إنها عايزة تصميم لفستان أبسط، لكن سهيل وأفريل بيحاولوا يقنعوها بالفستان، فبتتضايق أمبر وبتحس إنها مقيدة. وبتكلم أمبر صديقتها ميليسيا وبتحكي لها عن صعوبة التعليمات في المملكة وإنها مش عارفة تكون مع ريتشارد لأنه مشغول، فبتقول لها ميليسيا إنها هتزورها قريب عشان تكون جنبها. وبيلقي الملك ريتشارد خطاب مع شعبه والصحفيين، وبيقول فيه إنه متحمس عشان يكمل تطوير المملكة وإنشاء المشاريع المهمة، وبيكون في بعض المعترضين اللي بيحاربوا ريتشارد. وبعد الخطاب بتتكلم معاه أمبر وبتقول له إنها مستغربة لأنه أنشأ مشاريع كتير خلال السنة، لكن مفيش أي زيادة في الوضع المالي للدولة، وبتقول له إن أكيد في سبب لازم يعرفوه. وبتقترح عليه أمبر أفكار مهمة
مهمة، لكن بتسمعهم أفريل وبتدخل تقول لهم لازم يتصوروا مع الصحفيين، وبتتكلم الملكة مع ريتشارد عن الوضع الاقتصادي للمملكة، وبتشرح له إن من الطبيعي الوضع يكون قليل في فترة، فبيقول لها إنه مش مقتنع لأنه بيحاول، وبيطلب منها تبطل تبعت جواسيس لمراقبة كلامه مع أمبر. وبالليل بيعتذر ريتشارد لأمبر لأنه مش بيقضي معها وقت كفاية بسبب شغله، لكنها بتقدر ده وبتكون حابة تساعده، لكن الملكة بتعترض طريقها، وبتدخل إيميلي في مناقشتهم لأن عندها موضوع مهم، وهو إن ساحة القصر ما زالت فاضية رغم اقتراب العيد ولسه مختاروش شجرة الكريسماس، فبيوعدها ريتشارد إنه هينزل يختارها مع أمبر. وخلال كلامهم بيدخل سايمون وبيستغربوا من رجوعه، وبيتكلم معاها وبيطلب من ريتشارد يسامحه لأنه فقد كل حاجة بيملكها، وصوفيا اتطلقت منه، فبيسامحه ريتشارد وبيقول له إنهم لسه أولاد عم. وتاني يوم بتلبس أمبر الفستان والطرحة اللي صممهم سهيل، وبتحس إنه معقد وإنها مش مرتاحة، لكن أفريل وسهيل بيقولوا لها إن شكلها مميز وإن تصميم الفستان كان من اختيار الملكة. ولما بيسألوا لويس عن رأيه بيقول إنه أهم رأي هو رأي أمبر، ومش بتقدر أمبر تتكلم لأنها بتتصدم من الوضع اللي هي فيه. وفي المطبخ بيحضر رودي لأمبر وجبة، وبيتكلموا عن حفل الزفاف، وبتحكي له اللي مضايقها، فبيديلها سلسلة مامتها هدية عشان تحس بوجودها وتكون أحسن. وفي أوضة إيميلي بتظبط لها أمبر فستان حفلتها في المدرسة لأنه بيكون تقليدي، وبتحكي لها إيميلي عن المسرحية اللي هتقدمها وعن البطل اللي بتكون معجبة بيه، وبيهزروا مع بعض وبيستعدوا عشان يخرجوا مع ريتشارد يختاروا شجرة الكريسماس. لكن بيجي ريتشارد اجتماع مهم بسبب إضراب العاملين عن العمل بسبب عدم دفع الأجور، فبيضطر ريتشارد يمشي وبيعتذر لأمبر، وبتقترح عليها إيميلي تروح معاها في تدريب المسرحية، فبتوافق وبتروح معاها وبتعجب بأدائها مع البطل، لكن الكهرباء بتتقطع وبتروح أمبر تشوف إيه السبب، فبتقول لها إيميلي إن العمال أضربوا عن العمل وإن كده مسرحيته ما تتلغي، فبتقول لها أمبر إن ريتشارد هيقدر يسيطر على الوضع، لكن إيميلي بتعرف إن مفيش وقت لأن العرض بكرة، فبتحاول أمبر تطمنها. وفي القصر بيوصل المستشار ليوبولد صديق للملك السابق، وبتستقبله الملكة عشان يساعدهم في الأزمة اللي بتمر بيها الدولة، وبيتكلم ريتشارد مع أمبر إنه حاسس بالفشل، لكن أمبر بتدعمه وبيقول لها إنه محتاج أشخاص جنبه يثق فيهم، فبيتدخل سايمون في كلامهم وبيقول إنه يقدر يساعد في حل الأزمة لأن عنده خطة، لكن ريتشارد بيرفض يسمعه لأنه ما بيثقش فيه. وفي اجتماع ليوبولد مع الملكة وريتشارد وأمبر بيقترح عليهم الصبر لأن المشروعات اللي نفذوها أكيد هيكون ليها نتائج بعد وقت، لكن أمبر بتستأذن عشان تقول رأيها، وبتقول إن المشروعات اللي قاموا بيها اتنفذت أصلاً من شركات تحت سيطرة الحكومة، وإن من الغريب يستمروا في الخسارة إلا لو في تفسير غامض، فبيقول لها ليوبولد إنه هيحقق في الموضوع وبيعجب ريتشارد برأيها. وتاني يوم بيروح ريتشارد مع أمبر عشان يختاروا شجرة الكريسماس من الغابة الجليدية، وبتفضل أمبر تدور على الشجرة المثالية لحد ما بتختار واحدة مميزة. وفي القصر بيتم نقل الشجرة للساحة، وبتنبهر إيميلي بجمالها، وبيقول رودي إنهم لازم يحطوا زينة ملونة ودميات، لكن أفريل بتقوله إنهم بيلتزموا بالتعليمات وإن زينة الشجرة هتكون باللون الأبيض والذهبي، وبتروح لهم الملكة عشان يقوموا بالتزلج على الجليد وبيقضوا هناك وقت ممتع. وفي القصر بتتمشى أمبر مع إيميلي، وبتكون إيميلي متضايقة من إلغاء مسرحيتها بسبب الإضراب، لكن أمبر بتحضر لها مفاجأة وبتنقل المسرحية في القصر، وبتنبسط إيميلي جداً وبتتعامل المسرحية وسط حضور أفراد العائلة المالكة وأهالي الأطفال. وبعد المسرحية بيحضروا الأطفال الكعكة في المطبخ، وبتطلب إيميلي من صديقها يخرجوا في مرة يتزلجوا على الجليد. وبالليل بتنشر أمبر مقالة عن المسرحية على إيميلها وصور لإيميلي والأطفال في المطبخ، وبيتصل بيها أصدقائها لأنهم قربوا يوصلوا للمملكة علشان حفل الزفاف، وبتقول لها ميليسا إن مقالتها الأخيرة كانت روعة، وبتسألها ليه حذفت الصور، فبتقول لها أمبر إنها ما حذفتش حاجة، وبتعرف إن في حد قام بحذفهم من غير ما تعرف، وبتخمن إنها أفريل، فبتروح لها وهي متضايقة جداً من تصرفها لأنها بتعرف إنها فرضت رقابة على إيميلها، فبتقول لها أفريل إن الصور اللي نزلت مش مناسبة لصور العائلة المالكة وانتهاك للتعليمات، وبتشرح لها أمبر إن الصور كان عليها تعليقات إيجابية وإن الوقت اتغير ولازم التعليمات تتغير لأنها مش مناسبة لعصرهم، وبيجهز ريتشارد وأمبر عشان تصويرهم حسب التعليمات، وبتحاول أمبر تحكي له اللي حصل وبيبان إنها متضايقة من انتهاك خصوصيتها، فبيهديها ريتشارد وبيقول لها إن بعد الزفاف الوضع هيكون أحسن بكتير،
ومش بيعرفوا يكملوا كلام لأن بيقطعهم سهيل، وخلال التصوير بيطلب سهيل من أمبر تشيل سلسلتها لأنها مش مناسبة للتصوير الملكي، فبترفض لأنها سلسلة مامتها، لكن بتضطر تلبس سلسلة أكبر من اختيار سهيل عشان الصور الملكية. وبالليل بتقرأ الملكة رسائل الشعب ليهم بمناسبة العيد بوجود العائلة، وبتقرأ رسالة من عامل فقير بسبب الوضع المسيطر على المملكة، فبيتضايق ريتشارد، لكن الملكة بتقوله إنه بيعمل كل اللي بيقدر عليه، وبيقول لي بولد إن طبيعي يكون في بعض المعترضين، وبيعلقوا الرسالة، لكن أمبر بتفضل مهتمة بكلام العامل. وتاني يوم الصبح بتروح أمبر لإيميلي وهي بتتدرب على الرماية، فبتقول أمبر لإيميلي إزاي بتقدر ترمي السهم في نص الدايرة، فبتقول لها إيميلي إنها لازم تركز بس على هدفها وما تشغلش نفسها بحاجة تانية، فبتعجب أمبر بكلامها وبتفكر إنها تركز على هدفها لأنها حاسة إن في حاجة غلط ورا الوضع المالي للمملكة. وخلال كلامهم بيجي أصدقاء أمبر وبترمي عليهم السهم بالغلط، لكن بيبقوا كويسين وبتسلم عليهم هي وإيميلي. ولما بيطلعوا للقصر بيقابلوا ريتشارد وبيباركوله وبيعتذر لهم إنه مش هيكون معاهم بسبب انشغاله. وبعد ما بيمشي بتقول أمبر لأصدقائها إنها محتاجة منهم شغل مهم، لكن ميليسيا بتقول لها إن فاضل يومين على زفافها، لكن أمبر بتحكي لهم عن الوضع بتاع المملكة وإنها حاسة إن في حاجة بتحصل مش منطقية. وبيسمعهم سايمون وبيروحوا يشوفوا بطاقات الرسائل، ومن بينهم رسالة العامل الفقير إيرنس من غير ما حد يشوفهم. وبتخرج أمبر مع أصدقائها متخفيين بعد ما بيعرفوا مكانه، لما بيتصلوا بزوجته وبيطلع موجود في مطعم، وبيدخلوا يدوروا عليه لحد ما بيلاقوه وبيتكلموا معاه عن المشاريع اللي اتنفذت، وان الملك بيحاول يعرف ايه سبب خسارته للاموال رغم ان الدوله بتمول من نفسها. فبيشرح لهم ان في عمليه احتيال بتحصل لان ارباح المشاريع مش بترجع للحكومه، انما بترجع لشركه خاصه اسمها ميدولار. وبتساله ميليسيا لو الشركه دي الدوفيه، فبيقول لها انها في الاوراق الرسميه تبع اولدوفيا، لكن في الحقيقه هي شركه خاصه بنفسها. وبتسجل امبر كلامه وبتشكره، وبيكون في الوقت ده الصحافه جت وبتصور امبر، وبيظهر سايمون، فبتقول له امبر انه كان مراقبهم وبياخدهم يركبهم العربيه. وبتعرف امبر ان سايمون بيخطط لحاجه، لكن بيفهمها سايمون انه عايز يساعدهم. وفي القصر بتبحث أمبر مع أصدقائها وسايمون على الإنترنت على شركة ميدولار، لكن مش بيوصلوا لحاجة. وبيقول لهم سايمون إن الحل الوحيد يبحثوا على قاعدة بيانات شركات التوظيف، لكنهم مش هيقدروا يخترقوها. وبتدخل إيميلي وهنا بيتكلموا وبتكون سمعاهم من الأول، وبتقول لهم إنها تقدر تخترق الشبكة بس هتحتاج وقت، وبتستلم منهم المهمة. وبيروح أصدقاء إيميلي يعملوا لها حفلة توديع العزوبية. وتاني يوم بتروح أفريل تصحي أمبر وبتأمرها تلبس وتروح وراها على المكتب، وهناك بيكون ريتشارد مستني هو كمان. وبتتكلم معاهم أفريل عن صورها في المطعم مع أصدقائها وسايمون، ولما بتشرح لها أمبر إنها بتحاول تحل الأزمة المالية بتوقفها أفريل وبتفهمها إنه مش دورها، فبتتضايق أمبر وبتمشي. ولما حاول ريتشارد يروح وراها بتقول له أفريل إنه يديلها وقت تهدى، وبتبلغه إنه عنده شغل مهم. وبتقدر إيميلي تدخل لقاعدة البيانات، وبتعرف هي وأصدقاء أمبر وسايمون إن الشركة تخص استثمار أجنبي ليه علاقة بالمستشار ليوبولد اللي بيحول معظم أموال ألدوفيا، عشان كده البلاد في حالة أزمة. وبيكتشف سهيل إن أمبر مفقودة، وبيبلغ كل اللي في القصر، وبيقول لويسلي الملكة إن أمبر كانت موجودة مع أفريل آخر مرة، وبتبرر أفريل إنها كانت بتتكلم معها في قوانين المملكة. ولما بيعرف ريتشارد بيروح يدور عليها في المملكة، وبيكون حاسس بالذنب لأنه السبب. وبتقابله إيميلي وبتحكي له عن اللي عرفته عن عملية الاحتيال اللي بتحصل في ألدوفيا من ليوبولد، وإنها عرفت بسبب بحث أمبر، وبتقول له ما يسمحش لحد يفرق بينه وبينها بسبب أي تقاليد، وإن أمبر كانت تحت ضغط كبير علشان كده مشيت. فبيركب ريتشارد حصانه وبيروح لكوخ في الغابة، وبيلاقي أمبر موجودة فيه، وبيعتذر لها لكنها بتكون متضايقة لأنه ما دافعش عنها قدام أفريل، فبيقول لها إنه حاسس بغلطه، وبتشرح له إنها مش هتقدر تعيش حياتها وهي بتتخلى عن كل حاجة بتحبها. فبيقول لها ريتشارد إنها من دلوقتي هتكون قبل التاج بتاعه، وبيطلب منها تسامحه لأنه بيحبها ومحتاج لها، ولأن ألدوفيا كمان محتاجاها. وفي القصر بيروح ريتشارد وأمبر يواجهوا الملكة وأفريل، وبتقول أمبر إنها هتكون جزء من العائلة الملكة، ورأيها لازم يحترم في اختيار متعلقاتها الشخصية في زفافها، وكمان اختيار الأكل اللي هيتقدم. ولما بترفض أفريل كلامها بتكون الملكة اقتنعت برأي أمبر، وبتقول لها إنها اهتمت بالتعليمات أكتر من اللازم، وبتسمح لها بحرية اختيار كل حاجة براحتها. وبيدخل المستشار ليوبولد وبيبارك لهم، لكن ريتشارد بيهاجمه وبيطلب منه يسكت لأنه عرف الحقيقة وعرف إن هو اللي بيحول كل أموال
مال الدولة. فبتتصدم الملكة، ولما بيعترض ليوبولد بتهدده أمبر بالسهم اللي في إيديها، وبتأمر الملكة بحبسه في أوضة التعذيب. وبيلقي الملك ريتشارد خطاب على التلفزيون وبيقول فيه إن الأزمة اللي تعرضت ليها المملكة كانت بسبب فساد كبير وتم السيطرة عليه، وقدرت الدولة ترجع كل الأموال اللي اتسرقت منها، وبيوعدهم إن كل العاملين هياخدوا أجورهم وهترجع أولدوفيا في رخاء من تاني. وبالليل بتحتفل العائلة المالكة بالكريسماس في سعادة، وتاني يوم في الكنيسة بتشكر ريتشارد سايمون لأنه ساعد في ظهور الحقيقة، وبيستعد الجميع لمراسم إتمام زفاف الملك ريتشارد والملكة أمبر. وبترمي إيميلي الزهور على الأرض، وبتحضر ميليسيا الدبل، وبتدخل أمبر مع باباها وهي في غاية الجمال بالفستان اللي اختارته ولابسة سلسلة مامتها ومختارة كل تفاصيلها بالطريقة اللي بتحبها. وبتلبس هي وريتشارد الدبل وبتتم مراسم الزفاف، وبتلبس أمبر تاج أولدوفيا، وبيحتفل الجميع في القصر بسعادة، وبيرقص ريتشارد مع ملكته الجديدة أمبر بحب ورومانسية. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك وفعل الجرس عشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.